السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام مع الحيوانات والطيور. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الضب. لمن لا يعرف الضب، هو يعني شبيه بالتمساح بس حجمه صغير، شبيه بالتمساح لكن حجمه صغير زي الحجم اللي أنا بذكره لكم دلوقتي أو التشبيه اللي أنا بشبهه لكم. الضب ده يا جماعة من دلالاته أنه قد تكون رجل مخادع، وقد يدل على هموم ومشاكل، وقد يدل على أشخاص منافقة، وقد يدل في المقابل على التخلص من أعداء. ندخل على العزباء. رؤية الضب بالنسبة للبنت العزباء أنها سوف يتقدم لها رجل غير شريف، أو سيقترب منها رجل سيء السمعة. قد له تخلص من الأعداء، وقيل تخلص من مشاكل، يعني لو ما فيش خطوبة وفيه مشاكل يبقى تخلص من مشاكل، في خطوبة لا يبقى في تخلص من هذا الخطيب الماكر وربنا هيكشفه لك. بالنسبة للمرأة المتزوجة، المرأة المتزوجة رؤية الضب لها سبحان الله العظيم رجل غير شريف يريد أن يدخل هذا البيت، يظهر المحبة ويضمر الحقد والغل ويريد خراب هذا البيت. قتله تنال هذه المرأة خير كثير، وقيل تخلص من مشاكل. بالنسبة للمرأة المطلقة، حينما ترى الضب سوف يتعرض لها أشخاص يظهرون المحبة وهم يتكلمون عليها من ظهرها. قتله قد تنال خيرا، وقد تتخلص من هذه المشاكل أو تتخلص من هؤلاء الناس المخادعين. رؤية الضب بالنسبة للمرأة الحامل، مشاكل وصعوبات في الحمل، عضته مشاكل مالية، قتله تخلص من ألم الولادة. بالنسبة للمرأة الرجل المتزوج، رؤيته اقتراب رجل خبيث منه، في رجل خبيث يضمر لك العداوة يريد أن يقترب منك. قتله انتصار على من يكرهونك، وقيل تخلص من الهموم والأحزان والمشاكل الأسرية. بالنسبة للشاب، الشاب إذا رأى الضب في المنام تعثر في الأمور، وقيل فشل. قتله كشف صديق مقرب على حقيقته فهو مخادع، عضته خسارة مال أو عدم تفوق. الضب الميت في المنام، لو أن أنت سيادتك أو أنت سيادتك شفت في المنام ضب ميت في المنام، دي أضرار كانت ستلحق بك منعها الله تبارك وتعالى عنك قبل أن تصل إليك، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. زي ما احنا متفقين ان الحلم او الرؤية من الله سبحانه وتعالى بخلاف الحلم من الشيطان وبخلاف حديث النفس. الرؤية من الله سبحانه وتعالى اما تبشر بخير واما نذير بشر قادم، فسبحان الله الضب الميت دي بشارة عن ان كان فيه ضرر هيقع عليك او ضرر هيقع عليك، وربنا سبحانه وتعالى ازاحه من عليك او من عليك من قبل أن يصل إليك هذا الضرر. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من نقص أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه براء. انتظرونا جماعة في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.